30 يونيو ما قبل وما بعد هذا التاريخ. والحقيقة فرصة أسأل دكتور طارق عن الإرباك اللي حصل في الحسابات ما بعد 30 يونيو. إزاي في بعض القوى في المنطقة وفي الإقليم كانت مرتبة نفسها قوي على صعود جماعة الإخوان الإرهابية، ويقال دوما الأحداث في التاريخ ليها تأثير الدومينا، يعني قطعة تتحرك تأثر على حاجات تانية. التأثير ده حصل إزاي؟ وكان في طبعا تأثير إيجابي وكان في تأثير سلبي. الإيجابي اللي هو كان المواقف العربية اللي هي كانت وقفت ودعمت، بداية من الأردن السعودية الإمارات، وكان في مواقف عربية، ودائما ما كنا بنقول ان المصريين ما بينسوش حد وقف جنبهم. يعني الفترة دي كانت بعض الدول العربية، حتى كانت في الاجتماعات الدولية في الأمم المتحدة في وغيرها، كان حصل برضو جدال حوالين ثورة ومش ثورة والتغيير وشكل التغيير وما إلى ذلك. لكن أنا أتذكر حضرتك أول سنة الوفد المصري وسيادة الرئيس سافر الجمعية العامة للأمم المتحدة، كان التقى مع الرئيس الأمريكي وهم جلسوا وقعدوا وسمعوا، كان تقدير أولبرايت إنه هذه القيادة المصرية هتبقى كاريزما في الإقليم وهتغير من شكل الإقليم كله، وده توصيات بده بالمناسبة. كان قاعد ممثلين من مركز الشرق الأدنى وبتوع أتلانتا، وقالوا ده انه دي الكاريزما الصاعده في القياده السياسيه المصريه، هتغير شكل الاقليم باكمله لو مضت الامور بالصوره المتوقعه. وده يمكن اللي حصل بعد ذلك، يعني تغيير الرؤيه حتى في البرلمان الاوروبي وفي المؤسسات الاوروبيه، كان انه ما جرى في مصر ثوره حقيقيه، جزء كان منه مرتبط بادراكهم بما جرى في مصر بمرور الوقت. يعني لما انت رجعت الاتحاد الافريقي كان طبيعي ترجعي الاتحاد الافريقي بعد تعليق العضويه، اما تحركت في مساحات كبيره ونطاقات مختلفه اوروبيا واسيويا وعززت علاقاتك مع دول عديده وبدات تقدمي نفسك في مقاربه جديده وعملت دوائر جديده للسياسه الخارجيه المصريه، ربما دي كانت مرحله التاسيس ليها. يعني عملنا التاسيس الثاني لمصر في افريقيا في الفتره دي بالمناسبه الكام سنه اللي فاتوا، الى ان ترأسنا الاتحاد الافريقي كما تعلمي رئاسه مصر. لكن رحنا زي ما قلت في اسيا وفي الدائره الجديده الثانيه اللي كانت دائره الشرق المتوسط، اللي هي البحث عن مصالحك الكبرى، اللي هي بعد كده ثبت بسنوات انها مهمه لحضرتك، مش مجرد غاز ومجرد استثمارات ومنتدى غاز متوسط، اقتصاديا وجيوستراتيجيا. وبعدين رسمت الحدود مع القبرص الاول ايام الرئيس عدلي منصور ثم اليونان، ومضت الامور بصوره او باخرى. لكن كانت في اطراف اقليميه اللي هي مرت بيها، سواء كان موقف تركيا موقف قطر، بطبيعه الحال كنا دايما بنقول ان هي الدول هي المطالبه بتغير موقفهم من مصر مش العكس. احنا مصر اتحركت وده اللي حصل. احنا كان تملي نقول هذه العباره حتى في تعليقاتنا كاكاديميين، نقول العباره دي انه الاطراف الاخرى هي المطالبه انها تقدم رؤيتها للموقف المصري وليس العكس. احنا لم ندخل في صدامات مع اي طرف او ما الى ذلك، لكن العداء الاكبر كان من تركيا، وتركيا كان ليها حسابات معينه مش مرتبطه فقط كما هو شائع بحزب العداله والتنميه او بالرئيس التركي او بالمرجعيه الاسلاميه المرجعيه يعني، وانما بفكر ايديولوجي ونسق عقيدي فكري ودجمه حاكمه قوي كانت وقتها الرئيس التركي. وانا اعتقد انه بمرور الوقت هي القضيه ما كانتش دعم للاخوان فقط، طبعا المنصات الاعلاميه اللي كانت موجوده واستهدافهم ودعم الاخوان او ما الى ذلك هو كان هدفه افزعنا احنا يعني الاعلاميين الاكاديميين السياسيين، افزعنا هتكلم بحيث ان انت لو تشوفي تتابع الاعلام خلال 48 ساعه المعادي هتلاقيه جايب احمد وجايب طارق وجايب الاستاذه هبه وقاعد بيعمل تقليب للتصريحات والمواقف القديمه الجديده. اما راحوا لندن كان بدايه جزء منه، وكان ده توصيه قاده حزب العداله والتنميه انه مصر دوله كبيره بعيد عن تصفير المشاكل، يعني القضيه مش تصفير مشاكل، لكن هو للامانه كانوا عايزين يعملوا تصفير مشاكل مع ثلاث اطراف في الاقليم. اسرائيل بعد موضوع مرمره كما تذكري، وكانت الازمه الكبيره اللي كانت بين اسرائيل وبين تركيا، وبعدين عملوا تطبيع علاقات، والسعوديه ومصر. احنا ما كانش لينا مشكله عداء وما كناش محتاجين شهاده حسن سير وسلوك من اردوغان ومن غير اردوغان، مش محتاجين تصديق خلاص او يعني احنا تجاوزنا يعني المرحله دي. وحينما جاء الى مصر كانت الامور ضبطت في اطارها، ان تركيا لها توجهات واحنا لينا توجهات معينه، وان انت عملتي ايضا مقاربه مع تركيا قائمه على فكره المصالح المشتركه والفوائد المتبادله، وكانت يعني المصافحه الشهيره، وكانت المصافحه في الاول في قطر وبعدين جينا. لكن هو اللي انا عايز اقوله انه الواقعيه في مجال السياسه الخارجيه، احنا النهارده في مرحله جديده في النظام الدولي بتشكل قائم على فكره الواقعيه، ان انت حضرتك عندك واقعيه وبتستخدمي كل ادواتك في التعبير عن مصالحك، والمصالح دي بتحكمها حاجات كتيره قوي. حسابات قوى شامله، حسابات القوى الشامله للدوله المصريه كبيره،
وكبيرة على كل المستويات، مش بس احنا بنتكلم على قوة ذكية او قوة خشنة او قوة ناعمة، انما بتتكلمي على معدلات القوة في مجالات كتيرة ربما احنا منبصش عليها في احيانا، لكن هي بتحكم اي موقف اي توجه، وانت بتتعاملي مع الاطراف الاخرى، اطراف الاقليمية الاخرى، وبالتالي ليس لمصر عداء مع احد. يعني احنا في هذه المرحلة الى اليوم حضرتك صفر مشاكل في الاقليم، لم تتورطي في اي قضية اقليمية منذ احداث الثورة لليوم، لم تتورطي، يعني فيش قضية دخلتي فيها وتورطتي في الإقليم فيما تورط آخرون. يعني في عدد من الدول العربية بطبيعة الحال مارست دور سياسي، لكن الدور المسؤول للدولة المسؤولة، تمام، اللي يقول الدولة المسؤولة، المسؤولة على إدارة الإقليم وضوابط معينة بتتعامل معها هي اللي بتضبط الإقليم. يعني وقفنا مع جانب الأشقاء في ليبيا وأجرينا حوارات متعددة، ووقفنا نؤكد على وحدة الشعب الليبي ودعم القيادة الليبية ممثلة في حفتر والجيش الليبي، وان احنا عندنا مقاربة نجمع الشرق والغرب ونعمل لقاءات واتصالات. السودان ايادينا مفتوحة للاشقاء في السودان بصورة او باخرى، وطبعا مازال الدولة المصرية جهود كبيرة جدا حتى في موضوع ازمة البحر الاحمر وخليج عدن والخليج، احنا لم ندخل مثلا حارس الازدهار فيما دخل اخرون لاعتبارات متعلقة ان مصر لا تريد ان تتورط في اي تحالفات مضرة في ده، لكن في نفس التوقيت ترأسنا الوحدة أو القوة 153 لأمن الخليج والأمن البحر الأحمر وأمن المناطق المتمسة ليها. يعني في رسائل مصر بتوصلها للأطراف إن إحنا حريصين كل الحرص على أمن واستقرار الإقليم.